شيخ بدون تنظيم هذا لا يعد يعني سفر أصلا. الذي يسافر الآن إلى مكة يحجز حجز مسبق والعملة ومن فين يشتري الهدايا ومن أين يأخذ الزمزم. كيف يا شيخ الآن بعض الدعاة يخرج للدعوة بدون إعلان، لا يعرف أين ينزل، لا يعرف العملة، اللغة، لا يأخذ معه كتب، التعامل مع من، الجمعيات، حال البلد، الفرق الموجودة. شيخ لابد دراسة كاملة. ولهذا يعني والله شيخ أنا يعني مضطر الآن أسجل هذه المقاطع لإخواننا حتى يستفيدوا قبل النزول إلى هذه المناطق. شيخ يعني أحيانا بعض الكلمات تسهل عليك والله شيخ يعني مسافات طويلة جدا. يعني احذر من فلان، ما في إشكال، يعني فلان مثلا هذا يعني استغل الدعاة، هذا المسجد ليس بكذا، يوجد رافضة في المنطقة، احذر، لا تتكلم في الرافضة كلام علني. يعني شيخ في بعض المسائل هذه أساسيات يعني قد يستهين بها البعض لكنها مهمة جدا يعني في الدعوة. مثلا الآن عندما كنا في مدغشقر يعني التصريح على الرافضة يكون فيه إشكال، فنحن نلمح نتكلم عن الصحابة، حقوق الصحابة كذا كذا كذا، والحمد لله حقوق على البيت. هو زي ما تفضلت يعني إظهار القواعد والثوابت وأساسيات ويعني خلاصة المعتقد لأهل الإسلام ولأهل السنة من غير ما نتعرض للفرق الأخرى وبخاصة التي لهم فيها تمكن وأمثالها. وما تفضلت به لا شك أن قضية دراسة المنطقة أو الاستطلاع العام عن هذه المنطقة ممن له خبرة فيها قبل الذهاب أمر هذا لابد استشارة أهل الخبرة يا شيخ اللي سبقونا الآن، مثل الشيخ محمد بقية الحجالي مثلا. الشيخ أنا ماركي. نعم يعني هؤلاء المشايخ اللي لهم باع في الدعوة خاصة في أفريقيا. صحيح. نعم. من بين أشياء أذكرها للعبرة يعني إن كان ربما بعض الأخوان الأفارقة إذا سمعوا يغضبوا شوي، يعني كان أصالي الشيخ محمد بخيت في أول رحلة قال لي في الغالب إذا أردت تنظم بعض التدريبات يعني أعمل الاستشارة مع كل واحد على انفراد، يعني هذا لمنطقة وهذا لمنطقة، اجلس مع هذا على انفراد واجلس مع هذا على انفراد. رأينا هذا أمر مهم جدا حقيقة. صحيح. الناس يعني تعرف الشيطان له مداخل. صحيح. العمل بمثل هذا لا شك إن شاء الله فيه خير كبير. يا رب. صلى الله يتقبل وينفع بالجهود. فرصة طيبة والله دكتور. الله يحفظك. بارك الله فيك. حيا الله. شكرا.